حبة البركة المعروفة أيضا باسم حبة الحلاوة السوداء أو الحبة السوداء هي بذور نبات النجيلة السوداء نيجيلا ساتيفا وقد استخدمت هذه البذور في الطب التقليدي لآلاف السنين وتعتبر حديثا من أحد الأطعمة الصحية الشهيرة إليك بعض الفوائد المحتملة لحبة البركة واحد تعزيز جهاز المناعة تحتوي حبه البركه على مجموعه واسعه من المركبات النشطه مثل الثيموكينون والبيتروكاربين التي قد تعزز مناعه الجسم وتساعد في مكافحه العدوى والامراض 2 خصائص مضاده للالتهاب تشتهر حبه البركه بقدرتها على تخفيف الالتهابات في الجسم قد تكون مفيدة في تخفيف الأعراض المرتبطة بالتهاب المفاصل والتهاب القولون التقرحي، والتهاب الجيوب الأنفية وغيرها من الحالات التي تتطلب تدخلا مضادا للالتهاب. ثلاثة تأثيرات مضادة للأكسدة تحتوي حبة البركة على مركبات مضادة للأكسدة مثل الفلافونويدات والسبونينات والتي تساعد في مكافحة الجذور الحرة وتقليل الضرر الناتج عن التأكسد في الجسم. 4. دعم صحة القلب قد تساهم حبة البركة في تحسين صحة القلب وتقليل عوامل الخطر المرتبطة بأمراض القلب، مثل زيادة مستويات الكوليسترول الضار LDL وارتفاع ضغط الدم. 5. تأثيرات محتملة في مكافحة السرطان هناك بعض الدراسات المبدئية التي تشير إلى أن حبة البركة قد تكون لها تأثيرات مضادة للسرطان، خاصة في سرطان الثدي وسرطان القولون. ومع ذلك ، يحتاج المزيد من البحث لتأكيد هذه الفوائد المحتملة. على الرغم من الفوائد المحتملة المذكورة أعلاه ، يجب ملاحظة أن حبة البركة قد تسبب تفاعلات تحسسية في بعض الأشخاص. قد تتداخل ايضا مع بعض الادويه الاخرى لذا ينصح دائما بالتحدث الى الطبيب قبل استخدامها كمكمل غذائي او علاج بديل شكرا لكم على مشاهده الفيديو ومتابعتكم لقناتي ان تكونوا استمتعتم بالمحتوى واستفتم منه اذا كنتم تروقكم ما نقدمه على القناه وترغبون بالمتابعه المزيد من المحتوى المفيد ننصحكم بالاشتراك بقناتي